تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراء من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدرة ب 15,000 كبسولة نوع بريغابارين 300 ميلي جرام ذات منشأ أجنبي، وذلك أثناء وضع نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 48 في شطره الرابط بين بلدية الحمراية وبلدية ستيل، أين تم توقيف مركبة سياحية نوع سويفت سوزوكي ذات ترقيم ولاية الجزائر، كانت قادمة من ولاية الوادي باتجاه ولاية بسكا، وبعد الاشتباه في سائقها تم إخضاعها للتفتيش الدقيق ليتم العثور على المحجوزات السالفة الذكر، كانت مخبأة بإحكام داخل تجويف الأبواب الخاصة بالمركبة، أين تم توقيف السائق المشتبه فيه واقتياده رفقة المحجوزات والمركبة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية لمواصلة التحقيق، أين سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق مع تسليم المؤثرات العقلية المحجوزة والسيارة لمصالح الجمارك بالوادي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.